بسم الله الرحمن الرحيم. حميد المهدي ممثل لجامعة الدولية لرياضات الكرة والجري، حامل الحزام الأسود رياضة التيكواندو من 95 كاتريان دان، دوزيام دان كينفو، دوزيام دان كيوكيدو، دوزيام دان بودوكايدو، حاصل على شهادة تدريب في رياضة الطايبو، رياضة دوجوكو دوزيام دان عندي أنا كنمثل على المغرب. الرياضة هذه هي دايدو جوكو، هي كوتو دايدو جوكو كتعني روحي تقني قوي، هي كتشمل رياضة البودو كلها، رياضة البودو بما فيها 30 رياضة، كما نقول جيدو تيكواندو كودو كاع الرياضة اللي سميتها دو بما فيها حتى الكونفو كتشملهم هاد الرياضة ديال الكودو دايدو جوكو، بحيث أي رياضة لعبنا فيها راه حنا كنلعبو هاد الكودو دايدو جوكو. هذا ما نقول لك كاين بزاف ما يتقال على رياضة البودو جوكو، لما اختصرنا دابا ما هي خاص وقت طويل باش نشرحوا هذا الموضوع، وتنتمناو من المدربين ورؤساء الجمعيات والسلطات وهذا باش يساعدونا باش هذه الرياضة تنتشر كما راه منتشرة في الدول، هي دابا داكشي ديالها الدول الأخرى راه ما تتحدش ولا تقيس. وتنطلبوا من الاخوان باش يدخلوا لهاد السيت ديال دايدو جوكو باش يعرفوا هذا باش يعرفوا هذا المقدورات ديال دايدو جوكو فيه. بالاضافه لهذا الشيء هذا الرياضه ديال دايدو جوكو هي اول دوله دخلت لهذا الرياضه بالنسبه للدول العربيه والافريقيه، ولكن الدول العربيه والافريقيه هي كيفاش كتدخل لهم هذه الرياضه كيبقى مساعدات وكيبقى بزاف ديال الحوايج. هنا شويه هنا كنتمنى من وزاره الشباب والرياضه باش عاود تمدنا يد المساعده، وحنا كنشكروا بزاف هذا السيد المدير والناس ديال البهاليل والسلطات ديال البهاليل على المجهودات ديالهم الجباره، كنشكر السيد المدير المنتخب، كنشكركم انتم بالنسبه للنشاط هذا تدريب وطني اللي هو في الحقيقه معتمد، حيث رحنا على الناس سيد أزوما تاكاشي التدريب هذا رئيس الجامعة الدولية، الأخبار ديالو أخبار ديال الناس اللي هما كيمارسو دايدو جوكو، بحيث رحنا نشرنا هذا المنشور ديال دايدو جوكو كلهم داروا ليه جيم، كاع الناس ديال الرياضة ديال دايدو جوكو كلهم راه داروا ليه جيم في الفيسبوك هكا، وكلو راه الحمد لله التدريب هذا راه عنده واحد الصبغة وكان إن شاء الله وكنتمناو إن شاء الله باش يكون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مريم معكم مدربة القارة 2021 الحسية كأس العرش شركة ديال البطولات، وعندي ديبلوم ديال جوكو وكونتراكس بزاف اختصاصات البطولات، وكنتمنى منكم ديروا شي محاولة معنا حنا جزاكم الله خير. هادشي اللي كنتمنى منكم وكنشكركم بزاف وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي حميد كعيمه، حاصل الحزام الاسود الدرجه الثانيه في رياضه التيكواندو وكروميان دان في رياضه الكودو. هاد الرياضه ديال الكودو ديال الجوكو يعني تعلمتها مع الاستاذ خالد الدوالي، يعني دابا اصبحت قابطه في هذا المركب تشريع ديال الكاريره الرسميه بعد التيكواندو، وكذلك نائب الرئيس ديال جمعيه الامال اللي هي تهيئه بصدنا هاد الرياضه كرياضه رسميه في مدينه الهلال اقليم صفاو. كذلك جمعية الأمال تأسست في 2014، يعني عندها تيكواندو وعندها كودو ودايدو جوكو وكاين الطايبو وكاين الايروبيك اللي هو دابا أصبح كيتمارس في هذا المركب، هذا المركب تيسير على ديال القرب، أصبح هذا المركب هذا كمتنافس لهذه المدينة ديال الهليل، يعني ربما ما كاينش في إقليم صفاو هذا المركب في إقليم صفاو، يعني أصبحنا بالنسبة للرياضة كانت نقص في مدينة الهليل، دابا أصبح واحد رياضي واحد التوعية في الرياضة كانت بحال ما كانش. هذا المركب يعني مزيان باش كتمارس فيه تيكواندو الايروبيك هاد الكودو كل رسمي، وبالنسبة لهاد الرياضة الكودو يعني جمع ما بين الرياضات كاملين تقريبا، دخلت لها جميع الرياضات من الحق كتجمعو هي. وبالنسبة للناس اللي شارك الأستاذ مهدي حميدي في هاد الرياضة في كرة العالم في اليابان هاد 2014 نيت، والرياضة لقيت فيها راحتي يعني تعلمتها معاه كاس، دابا ان شاء الله باقي نزيدوها للقدام على المستوى الشباب، والهدف ديالنا هو الرياضه ونميو الرياضه للشباب والاطفال باش نقضوهم من الحراك من الادمان، هذا هو الهدف ديالنا. بالنسبه لهذا التدريب الوطني اول مره كيبدا في البهالين في هذه الرياضه هذه، يعني من بعد شاركنا في مدن اخرين في وجده في طنجه في
ليعقوا في أزرو اللي تهب الناس بدأوا كيديروا هاد الرياضة هادي. ودابا أول نشاط اللي كان في هاد الرياضة هادي هو النشاط الأول في هاد الرياضة هادي في المدينة هادي يعني. ومن هنا غادي ينطلقوا أنشطة من بعد يعني. هذا أول نشاط إن شاء الله وطني وغادي نزيدوا لنا الهدف ديالنا حنا غير باش ننشروا الرياضة بالرياضات جميع الرياضات اللي في البحر كلهم عندهم واحد الصيغة وعندهم واحد الطقوس خاصة بهم يعني. الرياضة في البحر كاملة مزيانة يعني. اللي كيدير الرياضة وكيلبس البيدلة راه كله رياضي واللي يعني الرياضة كتعلم العقل السليم جسم سالم وهذا هو الهدف ديالنا.